سلام من الله عليكم ورحمه منه وبركاته ايها المشاهدون الكرام ليله رمضانيه تجمعنا بكم ومع الارواح المسافره التي نستضيفها في سياق هذه الحلقات الرمضانيه من برنامج ارواح مسافره على قناه المهريه الفضائيه اهلا بكم ورمضان كريم ومبارك على الجميع ابو محمد خالد سعيد صالح من محافظة لحج الخضراء من الجمهورية اليمنيه هذا الوطن الجريح بأبنائه وبأحداثه ولد اسمه محمد خالد تشاهدونه الآن من يلحظه يقول بإنه عمره فقط عام ونصف أو عامين بالكثير ولد بعمليه قيصريه بعد عشرين يوم تقريبا من ولادته اصيب بضمور في الدماغ تشنجات توقف عن النمو خلل في كل وظائف اعضائه الداخليه عاله كبيره على اسرته الفقيره منذ عام ونصف غادروا عدن وجهتهم القاهره لعل وعسى يجد العلاج الشافي لولدهم محمد ويساعدهم الله اولا والخيرون من ابناء الوطن هنا في مصر او في اليمن لياخذ بيدهم ويدفع باتجاه ان يعود هذا الولد الجميل الصغير الى الحياه بشكل طبيعي وكيف يصيب الاطفال في هذا العمر المبكر لكن بمساعده الخيرين وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى باذن الله سنرى هذا الطفل وغيره من اطفال بلادنا وهم بصحه وسلامه وعنفوان. رمضان كريم والى تفاصيل اوفى مع الاستاذ خالد والد الطفل محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام نحن حتى. هنا في منزلك المتواضع. اهلا جئنا نشاركك هذا الوجع. وندعو لك في هذا الشهر الفضيل بان يساعدك الله على تجاوز هذه المشكله وان يقدرك على مواصله اهتمامك بمحمد والعمل قدر ما تستطيع على ان تعالجه وتشرف على متابعه ايضا علاجه طبيعيا واكلينيكيا باذن الله تعالى. لو تعطينا تفاصيل اضافه للتفاصيل اللي قلناها في سياق هذه المقدمه اخي خالد هو ابني محمد عنده ضمور في الدماغ كما سلفت سابقا وعنده تشنجات وشحنات كهربائيه سببت له شال دماغي خلت عديم الحركه والتركيز ما فيش يعني لا يسمع لا يحس ولا, ولا يعني ولا يشعر باي شيء متاخر ذهنيا يعني متوقف نموه متوقف نمو يعني اللي بيشوف آه. خمس سنوات ونصف الناس سنه ونصف والكثير سنتين م. فانا جيت من اليمن بعد ما عجز يعني هناك الاطباء عن علاجه التجأت العلاج في مصر مع التكاليف الباهظه وكذا علاج دوائي وعلاج طبيعي بس أنا آه. توقفت عن العلاج الطبيعي سبت من التكاليف التكاليف وحالتي الماديه صعبه داخل مصر آه. والان كمان يعني مع نظام غذائي معين يعني حمايه آه. كلينيكيه من اجل هو قالوا حيطور في مصر يعني قالوا في نتيجه بس الشحنات عندهم والتشنجات من النوع الشديد آه. فقالوا حتجيب بس مع الوقت فنحن يعني نامل من اهل الخير والداعمين مساعدتنا في استكمال علاج ابني محمد يعني واشكر قناه المهريه ونزولها الكريم الى بيت المتواضع من اجل يعني رؤيه بني محمد وحالته الصحيه كما ترون انا اشوف و... الان فتحه في في رقبته أيوه. وفتحه في بطنه ايوه الرقبه ليش واللي في البطن هو ليش في شهر تسعه قبل التهاب راوي وخش الرعايه مركزة جلس شهر شهر ونص في المستشفى أه. يعني تعب اول شيء كان تنفس عادي بعدين اضطروا يحطوه على تنفس اصطناعي اكثر من شهر يحاول انه التنفس تنفس اصطناعي ما فيش فايده يعني يتعب يتعب لما يزرق عليهم ويرجعوا يتنفسوا صناعي، فشافوا الحل الوحيد ان يعملوا له فتحه شق حنقري هنا من اجل يتنفس منه يكون تشفيط بجهاز البخار او جهاز التشفيط اسهل لنا. وفتحه هنا في المعده كما ترون من اجل عمليه الـ 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 الاكل والدواء يكون اسهل لنا حتى لما دخل الرعايه وخرجنا كان وزننا 7 كيلو او 8 كيلو. الان مع أنبوب المعديه هذه وزننا الحمد لله تحسن شويه. احسن لما خرج لكن النمو واقف النمو حقه واقف آه. يعني عن سنه ونص تقريبا كانه طول حقه واقف لكن اما عن نمو الحمد لله نقول تحسن نمو وزنه نوعا ما اما الشق الحنجري هذا لا, على... لا, يحس في شيء لا ما فيش عن... ما تركيز لا الحركه لا يحس بالضوء ولا ولا, بالحي. ولا, يحس بحاجه حتى الان الصوت لما يبكي ما فيش صوت ثبت انه على شق حنجري آه. ما تسمع صوته فارجو من الداعمين واهل الخير يساعدونا في تكاليف علاج الدوائي والعلاج الطبيعي بعد الله سبحانه بعد وتعالى, سبحانه وتعالى اكون شاكر لهم يعني هنا وضعنا في مصر يعني صعب للغايه سنه ونص الان سنه ونص الان يعني احنا جينا من اليا... جينا من اليمن يعني مش معنا اللي الله سبحانه وتعالى الا ها... يعني كان معنا شويه مال علاقهم بعنا يعني ذهب زوجتي وكذا نقل علقهم تكاليف السفر فالان مش عاد باقي بعث اللي فوق واللي تحتي بنقل علاج محمد بن محمد عالق عند دكتوره مخ واعصاب في الاصل العيني دكتوره مريان يوسف فهمي عالق لها لي سنه ونص وانا قبل رحت الدكتورة كان قبله وكذا فاخر شيء استغل الحاله دكتور مريان موقع صاف هل تشعر انه في تحسن مقارنه من يوم ما جيت الى اليوم؟ في تحسن انه في اليمن كان حقت شنقات قويه أه. وكان حتى في اليمن يزرق عليه لما يقيم عن الوعي كأنه ميت لما سافر مش الصداقه والجمهوريه في عدن الان في مصر الحمد لله في هذا النطره معاه شنقات خفت كثير الحمد لله بس كل هذا يعني لو توقف عن العلاج ولا حي حيرجع الطفل ينتكس ثاني مره لكن لا انا ماشي بعلاج الدوائي وعلاج الطبيعي وكمان لا مع يتعب عليه في مولد اكسجين هنا لما على الشغل فتره يشوف انه عينه يتعب بالتنفس حقه أشبك على طول بالتنفس مولد اكسجين ومعانا جهاز شفط لما حقه دائما هو البلغم بلغم مناعته ضعيفه فلازم يتعب عليه يعني في الشهر الواحد لازم مثلا على المستشفى اذا كان دكتور صدر او اذن في حنقره طبيعي الحالة يعني مش محتاجة الحالة الناس يشاهدوها الآن معك ويش يعني ويشاركوك هذا الوجع وهذا الألم وبإذن الله يشاركوك أيضا تحمل جزء من هذه المسؤولية ويعمل على مساعدتك بعد الله سبحانه وتعالى ونحن في شهر الرحمة والخير والبركات ونحن أيضا في إطار هذه الحلقة من هذا البرنامج أرواح مسافرة سنعمل على تقديم ما يمكن تقديمه لك ليساعدك أيضا في بعض التفاصيل اليومية فقط لكن نحن بحاجة أساسية للإخوة الخيرين يعني وما أكثرهم في بلادنا يعني لأن يساعدوا لأن من أنا حق العلاج يعني الطبيعي هذا مكلف فوق الدواء ونظام الأكل حقه طبيعي طبيعي يكفي صبرك ويكفي يعني تحملك يعني أنت وأمه على يعني على متابعة علاجه وخمس سنوات مش قليلة لكن بإذن الله تعالى نسأل الله في هذا الشهر الفضيل أمين أن يمن عليه بالعافية أمين والصحة أمين وأن تعودوا جميعا إلى الوطن كلكم متعافين أمين ومحمد بيدكم إن شاء الله إن لم يكن يسبقكم إلى سلم الطائرة بإذن الله تعالى أمين يا رب يعني من الأخير نرجع لبلادنا مقبول الخاطر يا رب العالمين محمد متعافي لن يخلف الله وعده مع الطيبين وأنت أيضا يحبك الله بهذا الابتلاء الحمد لله رمضان كريم وكل عام وانت طيب وانت طيبين كمان مشاهدينا الكرام كما قلت هذه مبلغ متواضع من برنامج قناة المهرية برنامج أرواح المسافرة نتمنى أن يساعدك ويساعد محمد وأمه محمد أيضا على تجاوز الله. بعض المشكلات اليومية بزاكم. وتفاصيلها المملة الله. مرة أخرى كل التوفيق والنجاح وهناك أيضا فحص مجاني لمده ثلاثة أشهر من معامل البرق هنا في مصر باذن الله ايضا ستخفف جزء من معاناتك انا احب اضيف كمان بس انه دائما المناعه ضعيفة والحميه الكيتونيه يخشوا فيها يحتاج كل شهرين ثلاثة شهور فحص وظائف الكلى وظائف الكبد فحص البول الفحوصات باذن الله حتساعدك ان شاء الله جزاكم الله خير باذن الله وهذا دامًا. مبلغ كما قلنا متواضع مشكل... ولكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى الله. واكيد ويعني من الـ من الـ يعني من القطر تسير الاودية كما يقولوا انت باللحق الخطيره يعني الحمد لله وانا اشكر صراحه قناه المهريه وكل الداعمين لهذا البرنامج طيور مسافرة مسافرة بعد بعد الله سبحانه وتعالى أرواح مسافرة مسافرة وبعد الله سبحانه وتعالى أشكر أشكرهم على هذا الله يبارك يعني. اسمي خالد سعيد صالح من لحق الخضيرة عالق ابني كما أنتم عارفين داخل مصر ورقم الاتصال حقي اللي هو 0 ثلاث مرات من واحد خمسة سبعة تسعة صفر ستة ثلاثة ثلاثة الواتس مرة 0 ثلاث مرات من واحد خمسة سبعة تسعة صفر ستة ثلاثة ثلاثة ورقم الاتصال داخل مصر 0 ثلاث مرات من واحد خمسة واحد ثلاثة سبعة 2 أربعة رقم الاتصال ثاني مرة 0 ثلاث مرات من واحد خمسة واحد ثلاثة واحد سبعة اثنين أربعة بكون شاكر لكم والكل من ينظر لابني يعني بعين الرأفة والرحمة يعني احنا داخل مصيناه يعني ما عاد معنا بعد الله سبحانه وتعالى اهل الخير واللي يشوفوا حالته الصغير ويرحموا وضعه الصحي أعزائي مشاهدي قناة البهرية الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا يعني كلام الكبد وامراض الكبد وتليف الكبد والحاجات دي كلها طب انا كشخص عادي سليم اهو طب احافظ على الكبد ازاي طب لقينا هل في اغذيه تحافظ على الكبد اه في اغذيه في عادات ضاره بتاثر على الكبد اه في عادات ضاره بتاثر على الكبد طب هعمل ايه لازم اعمل الحاجات الاتيه اولا الحاجات بره انا هبدا بيها التدخين البعد عن التدخين القات الجات احنا لقينا فعلا الكثير من يعني اشقائنا وحبايبنا لما يقولنا فعلا نلاقي وظائف الكبد مرتفعه شكل الكبد بدا يدخل في تبادل كبديه مزمنه او حتى تاليف كبد نتيجه الجات فطبعا طيب لقينا في الاكل طبعا الاكل الدهني والجاك فودز والسمنه والمقليات والحاجات دي كلها الوجبات السريعه دي مشكله كبيره جدا بسموه الاكل بيسموه الاكل ويسترن الاكل الغربي ده فعلا بيؤدي لتدهن الكبد ويؤدي التفاعلات داخل الكبد نتيجه هذه الاكلات والدهون المشبعه اللي هي الضاره دي بتؤدي بشكل كبير جدا لتحور في الخلايا والتهاب الكبد يعني بعد تدهن كبد بيحصل فيه حاجه ناش للنون <النمأ> الكهوليك سيتوباتيتس انما كونسبت اللي هي التهاب الكبدي تفاعلي اللي هي الغير كحولي العالم كله متجه دلوقتي اكتر من فيروسات فيروس سي بدا علاج والحمد لله مساوي العالم بدا العدد الاعداد تقل فيروس بي رغم ما فيش علاج فعال لغايه دلوقتي لكن حد ولا في علاجات بتحجم الفيروس وفي تطعيم ضد فيروس بي من دي من حديث الولاده طيب النهج بقى دي هي مشكله العالم دلوقتي لدرجة لو السبب الأول في زرع الكبد أو يعني في أمريكا هيكون نتيجة الناس دي لزرع الكبد شكرا جزيلا واللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته